بنتكلم دايما عن اهميه الاعداد النفسي، وكمان الحقيقه لو هتكلم عن النادي الاهلي، النادي الاهلي من السباقين جدا في هذا الملف، بيكون حريص على وجود كمان معد نفسي في مختلف الالعاب، وشفنا ده في تجارب عديده، وشفنا ده مع الفريق الاول كمان ايام مانويل خوسيه، وحاليا التجربه بتكرر مره ثانيه مع مارسيل كولر. هنتكلم في كل التفاصيل، بس خلينا نرحب بدكتور نورهان ايمن، معد نفسي رياضي. انا هديكي لقب دكتور ان شاء الله. يعني صباح الفل يا نورهان. صباح النور، منورانا كالعاده، لان ده ملف مهم، وكل مره بتكوني معانا بيكون في جديد في هذا الملف. وبصي بقى، انا هبدا بالنقطه اللي انا كنت بتكلم فيها في الانترو وانا بعرفك، لان الناس لسه عندها الثقافه هنا مش واصله لمرحله ان انا محتاج معد نفسي معايا في سواء على المستوى الاحترافي او المستوى الشخصي العادي. على فكره ليه لسه لحد دلوقتي، رغم انت بتكلمي 2023 ورغم ان العالم كله مهتم بالملف ده في الالعاب المختلفه، لكن لسه عندك، انا هتكلم عن نفسي، في مصر مش كل الناس معترفه بده، حتى اللعيبه نفسهم. إيه طيب، اولا صباح الخير، عامله ايه؟ انا هوند بجد مبسوطه ان انا معاكي كالعاده، ومبسوطه بالجمهور والناس اللي بتشوفونا، المشاهدين كلهم. انا همسك في الحته اللي انتي بتتكلمي فيها لانها مهمه جدا جدا جدا. للاسف احنا الاعلام عندنا مش حاطط السبوت على الحته دي، والافلام والمسلسلات بتطلع اللي بيروح لمعد نفسي او اللي بيروح لدكتور او بيروح لكده، لا ده مجنون، ده لا ده كذا. لا، احنا كلنا بنمر بحاجات كتير في حياتنا، ضغوط كتير، ستريس، بنحتاج ان احنا نهدى شوية، بنحتاج ان احنا نفكر بطريقة مختلفة. صح. اللعيبة كلها بلا استثناء، في ناس بدأت تفهم وتعرف هي احنا ده هيوصلنا لايه، وفي لسه لعيبة بتقولك ما انا بكسب، هو انا انت هتفيد لي ايه، ما انا كده كده بكسب. لا، هو المكسب او علم النفس اساسا بيعمل ايه؟ بيخليك لو انت مثلا بتعمل مجهود بدني 100% فبتكسب 100%، لكن انا هخليك كمان بدل ما بتعمل مجهود بدني 100% انت ممكن تعمل مجهود بدني اقل، وبتعمل مجهود نفسي فبتاخد نفس النتيجه، فلما تعلي البدني مع النفسي هتاخد نتيجه اعلى. كسر ارقام بقى، تاهيل بطولات عالم، اولمبياد، وات ايفر البروجريس. ده غير ان انت حاليا بتتكلم بالطريقه دي وانت ما عندكش اي مشكله او اصابه او غيابات، لكن لو عدت من اصابه او غياب انت هتحتاج حد يأهلك نفسيا. يعني مش هي المشكله كمان، يعني مع احترام المدربين كتير، في مدربين كتير في مصر بيقول لك هو ايه لازمته؟ يعني ايه انا احط في الجهاز الفني بتاعي يعمل ايه؟ لا، ما هو انت كمدرب لازم تبقى عارف اهميته عشان تقدر توصل اهميته للعيبه عشان هو يستفيد. هي الكونسبت فعلا لازم يجي من صاحب القرار في الاول وفي الاخر. بالزبط. طيب هنتكلم على المستوى الشخصي شويه برضو. أوكي. يعني خلينا طالما فتحنا الملف ده، ليه برضو الناس على المستوى العادي ما بتعترفش لو عندهم اي ستريس في فتره ما او اي مشكله؟ يقول لك انا مش هلجأ لبرضو اخصائي نفسي، انا مش محتاج ده، يعني بمعنى اصح بتتفهم ضعف. فليه برضو لحد دلوقتي ده موجود؟ ما احنا عندنا ثقافة كده متأخرة شوية، متأخرة كتير. ايه يعني جدا احنا بعيد قوي. بيقول لك اللي هو ايه ده، هو انت مجنون؟ لا، انت بتروح بتعمل حاجة اسمها تنمية مهارات وتطوير ذات بس، لكن انت مش مجنون، لان الامراض بتروح لدكتور سايكاتريك، ما بتروح للثيرابيست وما بتروحش للسايكولوجيست، فهي بتتحول. انت مش مجنون، انت بتحتاج حد يخليك تعرف تدير حياتك بطريقه مختلفه ومنظمه. والله يا ريت الثقافه تتغير بجد، لان الموضوع فعلا ناس كتير بعد كده بيعانوا منه مع حياتهم، لان بيبقى فيه مفيش شخص منتج، مفيش شخص متفائل، مفيش شخص مقبل على الحياه، كل ده بيأثر بشكل كبير. وبالتالي بتكلم عن اهالي بهذا الشكل، لو عندهم اولاد عايزين يخلوهم ابطال رياضيين مش هيعرفوا، لان تاثيرهم السلبي هيبقى على اولادهم كمان، فهي يعني زون واحده. امبارح كان عندي سيشن مع بنوته بتلعب في نادي، اول كلمه قالتها لي، قالت لي انا الضغط اللي بتحط عليه قبل الماتش بيوم كفيل انه مش بس يخسرني، كفيل ان انا اطلع بره الماتش اسيبه وامشي. من اهلها بقى، من اهلها ومن المدرب ومن الجهاز الفني. انتظار النتيجه اللي انت منتظرها من اللاعب ده بيحط عليه ضغط، بيخليه هو مش قادر يدير الماتش، حتى لو هو عنده الامكانيه انه يكسب، يعني حتى لو هو يقدر انه يجيب الجولد ميدل هو مش هيعمل ده. صح،
طب نورهان اكيد بتقابلي يعني شخصيات مختلفه، كلنا أكيد شخصياتنا أكيد مختلفه، التعامل اكيد مع برضو سن معين غير سن اخر، مع رجل غير امراه، مع ولد غير بنت. ايه اصعب الفئات اللي انت تعاملتي معهم، العمريه او في العموم؟ لو جينا اتكلمنا في الفئة العمرية، فخدي فترة المراهقة بقى من أول 10 سنين لحد ما يوصل 18 19 سنة، هو بيبقى عايز يثبت نفسه، عايز يثبت كل حاجة، فدايما بيبقى داخل في صراع، أنا صح ولا أنتوا اللي صح؟ لا، إحنا الاتنين صح، بس إحنا الاتنين محتاجين نمشي كده، محتاجين نمشي مع بعض في نفس الطريق، لا أنا هثبت وجهة نظري ولا أنت هتثبت وجهة نظرك، إحنا عايزين ننجح. طب عشان ننجح نعمل إيه؟ يعني أنا كان انطلاقا من الحته دي كان معانا اللعيب زياد الحسيني. زياد الحسيني اتاهل لبطوله العالم الوثب الطويل السنه اللي فاتت، وعملنا 81 او 85 مش متذكره بالظبط. زياد كنا قبل البطوله اللي اتاهلنا فيها كان مفشل 3 محاولات في الماتش اللي قبليه، 3 محاولات فاشله. طب احنا عملنا ايه؟ احنا عملنا 2 سيشن، جبنا بس دماغه جوه ان احنا برياضة بس مش أكتر من طريق، وفي الحالة دي هو ما شاء الله يعني انطلق ودلوقتي عامل أرقام وكسر أرقام مصر باسمه، ويرجع بقى من الإصابة سليم إن شاء الله، ويجيب ميداليات أكتر للنادي الأهلي ومنتخب مصر إن شاء طبعا الله. اتمنى ده. هروح معاكي لبعض الاسئله بقى التكنيكال شويه، يعني أوكي. في الاختصاص، ازاي بتشتغلوا على اللاعب اللي هو او اللاعبه طبعا اللي هي بتكون عوده راجعه من اصابه، وبتكون مثلا خسرت بطوله بسبب الاصابه وعندها بطوله بعد كده، بعد يعني لما حصل استشفاء، العوده النفسيه بقى مره تانية واعاده الثقه مره تانية والشغف تاني، ده بتشتغلوا عليه ازاي؟ وهل بيبقى برضو كل اللعيبه متقبله ده، ولا بترجع لكوتش شخصيه برضو لكل واحد؟ طيب احنا هنقسم الحته دي جزئين. اول جزء قبل الاصابه، اللعيب ده كانت ثقته في نفسه، كان انجازاته، كان البروجرس اللي حاططها شكلها ايه، بالظبط دي اكيد عالية. هتختلف وهتخلينا لما نروح نأهل في مستوى الصعوبه، هو انا اللعيب ده هيتقبل وهننتج وهنرجع ولا هناخد وقت. طبعا اللعيبه بنعمل ايه في الوقت ده؟ طبعا بنعمل تدريبات نفسيه كتير جدا، نعمل تدريبات عقليه اكتر ما هي بدنيه، عشان يبدا يرجع ثقته في نفسه ونبدا نشوف انجازات. بنبدا الاول ننزل ماتشات، لو هي كانت اصابه كبيره زي مثلا صليبي او غضروف او حاجات الكبيره، ننزل لو هو لعيب فردي في لعبه فرديه بننزله ماتشات الاحتكاك فيها قليل او مش ميداليه كبيره، فيقدر ياخد منها الثقه لحد ما ياخد ثقته بنفسه فيقدر يكمل. ولو لعبه جماعيه بننزله تايم صغير مثلا في الماتش او بنعمل معاه كده، فهو بيقدر ياخد ساعتها ثقته مع التدريبات طبعا العقليه، بيقدر يمشي ياخد ويكمل ويقدر يحقق بعد كده يرجع لمستواه. كويس جدا. طيب بالنسبه للضغط العصبي او النفسي برضو، التوتر اللي بيجي من ردود افعال الجماهير لاي لاعب، اللي انت عارفه الصحافة زمان كان اللعيبة أو النجوم عامة الشخصيات المعروفة تقلق من الصحافة، دلوقتي بقت الصحافة والإعلام والسوشيال ميديا وما يكتب وغيره من ناس ممكن ما يبقاش لها، يعني مع احترامي للجميع، بس ممكن حد ما يبقاش ليه قيمة ولا ليه معنى إن هو يتكلم بهذا الشكل، لأن كلامه مش مبني على أي شيء أصلا سوى إن هو شخص عنده مشكلة نفسية أو نقص معين فبيطلعه في شكل نقد. فمفروض اصلا الشخص ده او النجم ده لا يلتفت او البطل ده لا يلتفت، لكن في كتير بيتاثروا. فالنوع ده بقى من الشخصيات اللي انتوا بتواجهوها طبعا او بتتعاملوا معاها، ازاي بتقدري تفصليه؟ لان انت عارفه في ناس بتتاثر قوي، في ناس ما بيفرقش معاها خالص، فبتفصليهم ازاي؟ طيب احنا عشان اللعيبه الاول خلينا نفيد اللعيبه اللي بتتفرج علينا، احنا بنسمع بانهي طرق؟ هو انا بسمع عشان ارد ولا بسمع عشان افهم قبل ما ارد؟ طيب انا لو جيت قلت ان السوشيال ميديا فيها كلام ممكن انا استفيد منه كلاعب فطور نفسي، وممكن طبعا الجزء الاكبر اللي هو السلبي اللي هيعمل لي احباط، طب انا هسمعه وهياخد بقى في دماغي، ياخد جزء من حيز تفكيري وتركيزي وياخدني بره الطريق اللي انا ماشي فيه، ولا هسمعه وكانه ما اتقالش ومشيت؟ طب انا عشان اعمل المهاره دي لازم الاول ابقى عارف طريقي، عارف الجولز اللي انا بعملها، هو انا بعمل ايه؟ طب انا التمرين صح؟ انا حياتي صح؟ فعلا ما بعملش الحاجه اللي تضيع هدفي؟ ساعتها بس هو مهما الناس اتكلمت هو مش هيتاثر، لان هو خد طريق تاني وعارف اهدافه.
هو بيحتاج ان هو يبقى هو مع نفسه، بنزود طبعا ثقته في نفسه، بيبقى عارف امكانياته، عارف اهدافه، عارف حياته كلها، فبيقدر يمشي فيها. غير طبعا طريقة ان انا محتاج اسمع عشان افهم، ما اسمعش عشان ارد. لا، اللعيبة ما هو انا كلها، هفهم ايه لما حد يوجه نقد، يعني ايه اللي هيتفهم ما فيه؟ هو دي بقى النقطة، انا لو خدت من النقد ده، هو النقد ده ليه جزئين في اساليب التفكير عندنا. بنقول ايه؟ ان في حاجة اسمها القبعات الستة للتفكير. قبعات الستة. القبعات الستة لا، للتفكير دي أول بقى مرة أسمعها. بتقول ايه بقى؟ احنا عندنا قبعتين، القبعة السوداء والقبعة الصفراء، والباقي قبعات. موجودين بس دول المهمين بقى. ماشي. السوداء هي التشاؤم، ان انا بشوف المشكلة من ناحية واحدة وبقدر وبفضل افكر في الجزء السلبي. لكن الصفراء اللي هو الجزء التفاؤلي، ان انا باخد السايد التاني من النقد. هو النقد اتقال عشان نقد، عشان اضايق اللي قدامي. في كده. طبعا. طبعا ده خلاص هو بيقدر يتعامل ان هو بيتجنب ده وبيعتبر ان هو ما سمعوش اصلا. ولا النقد اتقال وفي حاجة ممكن تفيدني انا في تطويري لنفسي، في تطويري لعبتي، في تطوير انجازاتي، فبقدر اشوف المشكلة من التو سايدز، فاقدر اخد منها الجزء اللي انا عايزه واللي انا مش عايزه. انا بتكلم اكيد في كلامي عن الجزء، الناس النقد اللي هو حتى مش شرط يبقى جاي من حد قلبه عليكي. ايوه بتكلم على السوشيال ميديا. السوشيال ميديا ما فيش نقد بيبقى حد قلبه على حد، هو بيبقى نقد لاذع، بيبقى وراه اسباب كتيره جدا. ممكن يبقى الشخص ده نفسه، انت لو حللتيه نفسيا هتلاقي ممكن هيبقى عنده مشاكل طبعا هيبقى شخص فاشل، لان ما فيش طبعا. حد ناجح بيطلع يتكلم او يهدم حد بالكلام. دايما الشخص الفاشل هو اللي بيحاول يهدم الغير بالكلام. فالنوع ده انا من الناس اللي بحزن لما الاقي لاعب او أشوفه بطل او شخصيه محبوبه بيتعرض. وناجحه بيتعرض ليه. لا، وكمان بيتاثر. يعني انا كنهواندا انا عمري ما بتاثر بالكلام خالص، انا شخصيه طب مختلفه. ده بس في كويس. زي كتير، دي انا حقيقة. بالنسبه لي قول اللي انت عايزه، حلو او وحش، انا تقديري الذاتي بيبقى جاي مني انا. يعني حتى لو قلت لي كلام حلو مش هشوف نفسي احسن ما انا شايفه نفسي. بالظبط. فبس في زيي وفي غيري، في ناس بتتاثر بالكلمه، عشان كده انا بيصعبوا عليا الناس دي. يعني ابقى شايفه ناس بجد ناجحه ايوه وييجوا، حتى الناس على المستوى الشخصي نجوم نعرفهم طبعا. وزملاء، يتاثروا جدا بالنقد ده. يا جماعه، وانتوا ليه اصلا يعني هو مين اللي بيتكلم؟ ما انا عشان اخد كلام حد لازم يبقى حد له قيمه. فالناس دي ليه شفتي كده؟ حضرتك قلتي كلمتين مهمين جدا، تقديري لنفسي، سيلف استيم بتاعي انا لنفسي، انا شايف نفسي ازاي، نظرتي لنفسي عامله ايه، هو انا عارف اهدافي. وهنرجع بقى لحته ان هو فين طريقك، انت عارف انت عايز ايه. لو انت عارف انت عايز ايه، خلي اللي هيتكلم هيتكلم، ساعتها انت مش هتتاثر. وشفنا ده في تجربه كهربا. كهربا بقاله قد ده ايه كان أكبر بعيد. مثال رائع في التطبيق اللي أنا بالظبط بقوله في كهربا. بالظبط. بجد برافو عليه، كهربا عجبني جدا. كهربا مارسيل كولر عرف يأهله نفسيا انه لما يرجع خلي اللي يتكلم يتكلم، هو ده ولا بالعكس سامع يعني. بيستفزهم زيادة. دكتور احمد ابو الوفا عامل مجهود رائع 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 مع فرقة النادي الاهلي في الدرجة الاولى رجال في الكورة. كنت معاكي لما خسرنا الدوري وكنا كسبانين افريقيا، وقلت لك ان التأهيل بعد بطولة كبيرة، ان انا ارجع اكسب بطولة اقل، ده هياخد مني مجهود مع اللعيبة. طب هو ما شاء الله مارسيل كولر ودكتور احمد ابو الوفا قدروا يخلوا اللعيبة مش بس بتكسب بطولة واتنين، دول واخدين 5 بطولات لحد دلوقتي ما شاء الله، وكمان عندهم موتيفيشن ان لا لسه. مارسيل كولر في اخر مؤتمر صحفي قال الساعة ما جاتش 12، خلوا الجمهور يطالبني ببطولة. طب ده فكر المدرب، تخيل فكر لعيبته هيبقى عامل هو ازاي. جاي دارس. انا لسه كنت بقول مارسيل كولر جاي دارس طبيعه المشجع الاهلاوي، بالظبط. فهو عارف ازاي يتكلم معايا. عارف، هو الراجل انا بشوفه احنا ما ذكي بنشبعش بشكل كبير. بطولات، دي حقيقه، وهو احنا فاهم ده. بنخلص البطولة بنبقى ها اللي بعدها ايه. دي حقيقه. هو كمدرب عرف يأهل لعيبته لده، وعرف يخلي لعيبته تتقبل ده من غير ما سهل. تتعب او تزهق او تحس ان انا مضغوط او مش واخد وقتي. احتفل، خلص احتفالك، يلا بينا عننا جديد. وده اللي حصل في بطولة افريقيا، وقالوا مصطفى شوبير ان عايزين ناخد وقت احتفال، فاحتفلوا وبعدها يلا بقى عندنا دوري، صحيح. وعندنا دوري ان شاء الله النهارده نحتفل انت بقى. عارفه المنتاليتي دي او التفكير ده، انك تربي عليه اجيال مختلفه. قصه اللي هو بيبقى الشخص او اللعيبه بعد كده بتبقى في كل الرياضات رافضه فكره الاستقرار. يعني بمعنى انا لما انا مستقر انا كده على فكره ما نجحتش. يعني لما افضل في نفس مستوى النجاح لفتره طويله ده ما اسموش استقرار، ده اسمه عدم نجاح، لان صح كل فتره لازم تنجح اكتر. صح فده اللي بيعلمنا، ده اللي هو فرحنا شويه اللي بعده، فدايما فكره اللي بعده
بعده يخليك اللي هو انا مش فرحانه على فكره، انا اموري مستقره، انا عايزه انجح اكتر. فدي نقطه مهمه جدا. انا عايزه اخد من كلامك واروح اطبقه على ذوي الهمم من الابطال بتوعنا، خصوصا البارالمبيكس. يعني اكيد الشغل بيكون شويه مضاعف، بس اكيد الاراده اعلى بكتير من اي لاعب تاني. لان انا شخصيا انا وكريم في البرنامج ده اتكلمنا مع ابطال كتير جدا منهم، والله العظيم تتكلمي تسمعي رغم كل اللي هم بيمروا بيه، يقولك انا هحقق كذا، انا هعمل كذا. شوف بقى الظروف الصعبه اللي هم فيها، يعني لا تقارن باي ظروف اخرى، لكن رغم كده ربنا زرع فيهم ثقتهم في نفسهم. انا بواجههم هم عندهم ثقه في نفسهم عاليه جدا ما شاء الله ما شاء الله فعلا. وحقيقي هم عارفين اهدافهم اكتر من اي حد، هم عارفين هم عايزين يحققوا ايه. في وقت من الاوقات اتقالت لي من لعيب ما شاء الله هو تاهل باريس وتاهل بطوله العالم من كام يوم في العاب القوى من ذوي الهمم مع دكتور اسامه فؤاد، قال لي كلمه يعني من حد قالها لحد انا عمري ما هنساها، انا بعوض. لا هو شايف ان هو لما بينجح هو اكبر من كل ده، الطبيعي ان انا اكسب الطبيعي ان اخد بطوله عالم صح. فهو حقيقي يعني مبروك ليه وربنا يوفقهم كلهم، وهم حقيقي بيعملوا مجهود مضاعف كبير قوي عن الزملاء. خلينا نروح شويه لان احنا بنمسك التوبيك من كل الزوايا. يعني الاهالي، مش كل الاهالي عندها ثقافه اللي هو انا عندي بطل رياضي وعندي برضو ابني اللي هو عايزاه ينجح على مستوى الدراسه، خصوصا في المجتمعات العربيه. يمكن في الخارج ما بيهتموش بالدراسه لو الولد او البنت ناجحين في الرياضه فالدراسه عندنا اساسيه. ابقى بطل بقى، ابقى وات ايفر، ابقي اللي انت عايزاه، بس شهادتك لازم تكون موجوده. اوكي، واكسبتبل للناس او الاهالي عايزين تطمن على اولادها. ازاي بتخاطبي الاهالي اللي هم عندك يا نورهان بيبقوا لا عندهم ازمه وبالتالي بيضغطوا بشكل كبير على اولادهم، ربما ده بيؤثر على النجاحات او البطولات اللي بيشاركوا فيها؟ هقول لحضرتك مثال حي هو موجود معانا، عمر ايمن. عمر ايمن بطل خماسي حديث بطوله اول بطوله عالم ما شاء الله. انا عارفه طبعا عمر، اتكلمنا معاه كتير. عمر في مدرسته، هو في مدرسه امريكيه، هو حقيقي بياخد يعني هو بيقعد يدرس غير الناس. احنا التعليم التاني بيخلص متاخر، بيخلص بدري، هو بيقعد يدرس لحد شهر 6. احنا لسه واخدين الاجازه، خد يا عيني اجازه اسبوع بالعافيه. عمر بنعمل ده، احنا بنقسم الحمل بتاعه في الوقت التدريب، مش قوي امتحانات الفتره دي، بزود التدريب وبعمل بينهم بالانس عشان يقدر هو ينتج هنا وينتج هنا. طبعا بيبقى في ضغط على الاهالي طبعاً. كتير، واهله بيبقوا تعبانين معاه كتير، بس هم حقيقي بيدوا له كل المجهود ان هو ينجح، مش بيطالبوا منه كتير بس بيحاولوا يوازنوا. على السايد التاني بيبقى في اهالي لا انا عايزه ينجح ويجيب درجات كويسه، ماليش دعوه هو رياضي ولا لا. حل. هنا بقى بنقعد نتكلم معاهم، ده هدف حضرتك، لكن هدف ابنك ايه؟ شفت ميدالياته؟ شفت حاجته؟ ببدا اجيب له السايد التاني عشان يبدا يفكر، بيبدا يغير تفكيره. طبعا في الاول بيبقى متمسك بفكرته قوي، بس واحده واحده لما بيلاقي فعلا ان في انجازات وفي تحقيق حاجات، ساعتها ممكن الاهالي بتتراخى شويه في التعليم، اللي هو ماشي خلاص هنعوض بفكره منحه دراسيه كويسه جت من سبب الرياضه. طبعا عندنا جامعات كتير بتدي منحات دلوقتي، فبتخلي اللعيبه بالعكس طبعا ده بيفرق والانجازات اللي بيحققوها. بصي بقى سؤالي الاخير عشان ضيق الوقت خلاص للاسف خلص، بس بقى العكس صحيح. الشخص او البطل اللي بتتعاملي معاه اللي هو ناجح دايما، بينتصر دايما، بيجيب بطولات دايما، اللي الايجو باي ديفولت الايجو يعني بيعلى، وبالتالي ممكن ده يؤثر سلبا على الاداء بتاعه، خصوصا انت بتتكلمي في لعبه جماعيه. صح. اللعبه الجماعيه مش عايزه ايجو لان اتس تيم ورك. اللعبه الفرديه اوكي ما فيش مشكله، لكن الجماعي بيبقى فيه ازمه لو ده ما اتحلش او ما اتمسكش من الاول. بتتعاملي بقى مع الناس دي ازاي؟ والله يعني اللعبتين لو الايجو زاد الدنيا بتبوظ، لان هو في وقت من الاوقات هيوصل انه مش عايز يتمرن، ما هو انا بطل انا كده كده بكسب. وواجهت ده بالفعل مع لعيبه كتير جدا موجودين وبيحققوا مراكز، هم ما شاء الله هم بيكسبوا، بس بنيجي نقول لهم ايه؟ طب انت دلوقتي كسبت، بينزل الماتش اللي بعده يلاقي نفسه مستواه بدا يتهز، بدا فيجي يقول هو انا اتهزيت ليه؟ طب ما انت اتهزيت عشان انت قصرت في كذا. فبيبدا يرجع يقول لا ثواني، انا هنا محتاجه اقف مع نفسي. وهنرجع لنقطه قلتيها مهمه جدا، السلف استيم.
انت مع نفسك شايف نفسك فين، شايف نفسك في انهي حتة، ده اللي هيخلينا ننطلق احنا كمعدين وكمدربين ان احنا نحطك في الطريق الصح. لكن لو شايف نفسك صغير هندي تمارين وهندي ده، لو فضلت هي دي نظرتك لنفسك انت اللي بتدمر نفسك. لكن انت كلاعب لازم تبقى نظرتك لنفسك مختلفة شوية. صحيح، انا متفق معاك يا نورهان، كلام والله مهم جدا، اشكرك جدا، الوقت مبسوطة بيجري جدا. والله، بس نورتينا، ونشوفك قريب باذن الله مره ان تانية، شاء الله. وتحديدا اكيد هيبقى لينا لقاءات مختلفه كمان وقت الاولمبيات والبارالمبيكس بتاعت باريس اكيد 2024، وكمان وقتها وبعدها، لان مهم جدا ندرس كمان ونطمن على اللعيبه بتاعتنا اللي بتشارك. انا بشكركم جدا، بشكر قناة النادي الاهلي وبشكر النادي الاهلي انه بجد هو من اول الناس اللي دعمت فكرة الدعم النفسي، دكتورة مي القاضي، دكتورة احمد ابو الوفا، هم ما بيبخلوش على لعيبتهم خالص باي مجهود، وحقيقي بشكرهم كلهم على الانجازات وربنا ده يوفقكم. مكانك مبسوطة يا اني كنت نورهان معاكم. حقيقي. اكيد هنروح فاصل سريع ونرجع مع حضراتكم لاخر فقرة معانا، خليكم بعد الفاصل.